أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة أخبار حقوق الإنسان للعالم العربي. قالت Human Rights Watch اليوم أن اثنين من أنشط وأشجع المدافعين عن حقوق الإنسان تم اختيارهما للحصول على جائزة أليسون دي فورجيه للنشاط بمجال حقوق الإنسان، وهما سهام بن سدرين وصلاح المرغني من العالم العربي، ويعدان صوتان رائدان في المطالبة بالعدالة في بلديهما، ويعملان بلا كلل من أجل حماية حقوق وكرامة الآخرين. صلاح المرغني ناشط حقوقي ومحامي من طرابلس بليبيا، وقد عمل على كشف حقائق فظائع انتهاكات حقوق الإنسان في عهد القذافي والانتهاكات التي ما زالت مستمرة حتى اليوم. أثناء نزاع السنة الفارطة عندما أدت الانتفاضة الشعبية إلى ثورة على القذافي، جمع المرغني مجموعة من المحامين لتوثيق الانتهاكات ولتوصيل الضحايا والشهود إلى الأمان. أما أثناء الحرب فقد أسس المجموعة الليبية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تدافع عن حرية التعبير وتزور السجناء وتقابل ضحايا الانتهاكات وتضغط من أجل الإصلاحات. وهو صوت رائد في ليبيا بمجال الحقوق والعدالة، وتكرم Human Rights Watch المرغني على التزامه بكشف الحقيقة والضغط من أجل الحريات للليبيين في الماضي والحاضر. أما صحفية والناشطة التونسية والتي ترأس مجموعة العمل العربي لرصد الإعلام وسهام بن سدرين، فهي المتحدثة باسم المجلس الوطني للحريات في تونس، وقد عملت لأكثر من 20 سنة على كشف انتهاكات حقوق الإنسان في تونس والدفاع عن حرية التعبير. شاركت في تأسيس المجلس الوطني للحريات في تونس ومرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع والكلمة، وهو موقع إخباري مستقل ومحطة إذاعية. ورغم تعرضها للسجن والضرب والمضايقات المستمرة من قبل حكومة بن علي المخلوعة مؤخرا، فإن التزام بن سدرين العلني بحقوق الإنسان لم يتراجع يوما. وتكرم Human Rights Watch بن سدرين على شجاعتها المذهلة ودأبها على كشف الانتهاكات علنا وكونها على رأس حركة الإصلاحات الحقوقية في تونس. في شأن آخر، قالت نفس المنظمة في تقرير أصدرته اليوم أن الإجراءات المعيبة والحبس الغير القانوني والأوضاع الصعبة في سجون جنوب السودان تعكس الحاجة إلى تحسين نظام العدالة هناك على وجه السرعة. ويوثق هذا التقرير الذي يحمل عنوان الحبس التعسفي في جنوب السودان، والذي يمكنكم الاطلاع عليه على موقع الانترنت لمنظمة Human Rights Watch، يوثق انتهاكات حقوق إجراءات التقاضي السليمة وأنماط حرمان الأفراد من الحرية بصورة خاطئة، والأوضاع القاسية والغير المقبولة التي يعيشها نزلاء السجون بجنوب السودان. وقد أجرت Human Rights Watch تقرير خلال فترة 10 شهور بدأت قبل استقلال جنوب السودان في 9 يوليو 2011 وامتدت إلى ما بعد حصوله على الاستقلال. وقال سيد دانيال بيكل مدير قسم إفريقيا في Human Rights Watch: تجربة السجناء في جنوب السودان تكشف عن عيوب خطيرة في نظام العدالة الناشئ. جنوب السودان دولة جديدة في حاجة ماسة إلى نظام عدالة فاعل يحافظ على حقوق وكرامة الإنسان. نظام العدالة يمثل عنصرا أساسيا في تثبيت حكم القانون والمساءلة. وقد أجرت Human Rights Watch البحث الذي ارتكز التقرير على نتائجه في 12 جملة 79 سجنا بالمناطق التي يوجد فيها عدد كبير من النزلاء، كما أجرت لقاءات مع ما يزيد على 250 نزيلا وعددا من المسؤولين القضائيين وضباط مصلحة السجون والشرطة وأعضاء النيابات والسلطات التقليدية. ووثق باحث Human Rights Watch مجموعة من الإخفاقات التي تبعث على القلق في نظام العدالة الجنائية. من جنوب السودان إلى البحرين الآن، حيث أجلت المحكمة البحرينية قضية زينب الخواجة ل28 من أغسطس الجاري مع استمرار اعتقالها، فضلا عن تأجيل محكمة الاستئناف الحكم فيما يعرف بقضية الرموز المتهم فيها عبد الهادي الخواجة وعدد من النشطاء المتهمين بقلب نظام الحكم البحرين إلى جلسة الرابع من سبتمبر القادم.
أعزائي المشاهدين، بهذا نصل إذن إلى نهاية نشرتنا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.